في المرحله اللي رانا فيها ظرف مع الذكاء الاصطناعي نقدر نشوف فيه كمساعد احنا كمصممين. ما يقدرش يكون منافس لانه كي تعطيله المهام اللي راح يخرجها لك. مثلا انا حاب شعار فيه 1 2 3 راح يعطي لك، بصح مع التعديلات هنا يكون كاين دور المصمم صراحه. فراح تحتاج مصمم في النهايه سمع. اوكي هذاك اليوم شباب ما يشوفوا فينا اليوم، وعلى بالنا بلي ربما في معاهد بسم الله ما شاء الله معاهد وطنيه تابعة للدوله راهي تكون في هذا المجال. الشاب اللي يكون بارع في مجال الجرافيك شنو هي الصفات اللي لازم تكون فيها؟ سؤال الله غير واعر. انا نحب الجرافيك ومخنتش من ذاك ندير شويه هكا لوغوات ولا، ولكن ما نلحقش الابداع ديالكم. والله غير مبدع انا لا 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 ان شاء الله. فمش كيفاش نقدروا نكونوا هكذا بارعين كيما انتم؟ هي كان شقين، الشق الاول راح يكون كما نقولوا موهبه ربانيه، والشق الثاني اللي يكون كان اجتهاد والانسان يخدم على روحه. فالامر كامل هو في التفكير الابداعي. التفكير الابداعي هذه مهاره تقدر تطورها. وكيفاش راح تقدر تطورها؟ الشيء الاول راح يكون تغذيه بصريه، ثم كل ما راح تتعرض لتصاميم وصور ومشاريع كما هذه كل ما راح المهاره هذه تتطور عندك، تربح افكار اكثر، تقدر تخدم اكثر. فحتى المصمم اللي يكون عنده موهبه في حد ذاته اذا ما خدمش اكيد راح تكون الموهبه هذه خامله وما تكونش مطوره بالشكل العام. فالامر راه مرهون بالتفكير الابداعي. كل ما تطور هذه المهارة كل ما يكون عندك نتائج أفضل.